السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة. ككل سنة أضع فيديو قبل يعني موعد التقديم على القرعة الأمريكية. في هذه السنة مرة أخرى سوف أضع هذا الفيديو، سوف أشرح فيه بعض الأمور المهمة المتعلقة بالتقديم على القرعة الأمريكية. بالنسبة لموعد التقديم على القرعة الأمريكية سوف يكون يوم 2 أكتوبر من سنة 2024، يعني هذا الأربعاء سوف يكون التسجيل في القرعة الأمريكية، وسوف ينتهي التسجيل يوم 5 نوفمبر من سنة 2024. بالنسبة للدخول على الموقع يكون بعد الساعة 12 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، أي تقريبا 4 مساء بتوقيت يعني غرينتش. مرة أخرى، التسجيل في القرعة الأمريكية يوم 2 أكتوبر من سنة 2024، ويعني آخر أجل هو 5 نوفمبر من سنة 2024 الساعة 12 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى الساعة 4 بتوقيت غرينتش، يعني 4 مساء. لا أريد الإطالة عليكم في هذا الفيديو، لكن أريد تذكير ببعض الأمور. أولا، بالنسبة للتسجيل في القرعة الأمريكية يجب على الإنسان أن يتسجل مرة واحدة، أقول يتسجل مرة واحدة، لا يمكن تقديم مرتين. إذا كنت متزوج يمكنك التقديم أنت كزوج، تقوم بإضافة الزوجة أو إضافة الأولاد إذا كان لديك أولاد. إذا لم يكن لديك أولاد يمكنك التقديم أنت والزوجة، كذلك يمكنها التقديم إذا توفرت فيها الشروط. دائما أقول الشروط هي أن تكون يعني اجتزت ثانوية، حصلت على شهادة البكالوريا. هذه دعوة الناس الذين ليست لديهم يعني لم يكملوا تعليمهم الثانوي، أنه لا يجب التقديم على القرعة الأمريكية. أنا لا أمنع أي شخص من التقديم على القرعة الأمريكية، لكن أقول أنه في حالة فوزك وأنت كنت غير حاصل على الثانوية، ليس حاصل على البكالوريا، فيوم المقابلة أنت مجبر بتقديم شهادة البكالوريا. فقط أوضح هذا الأمر، لأنه مع كم للأسف كل سنة حينما تصدر نتائج في شهر ماي يكون هناك العديد من القيل والقال، لماذا أناس لا يتوفرون على البكالوريا فازوا في القرعة الأمريكية، لماذا الناس الذين لديهم بكالوريا أو إجازة أو ماجستير أو دكتوراه لم يتم انتقاؤهم. فأريد فقط أن أوضح هذا الأمر من باب الأمانة العامة، أنه إذا كنت لا تتوفر فيك الشروط وخصوصا الدراسة، أكملت دراستك الثانوية، فشخصيا أعتقد أنه لا يجب عليك التسجيل، وتهم نفسك بأنك ربما سوف يتم انتقاؤك وسوف تحصل على التأشيرة. أوكي، بالنسبة لعدد التأشيرات الممنوحة هذه السنة في قرعة 2026 تيفي 2026 55,000 تأشيرة. بالنسبة للسؤال يوردني كل سنة بخصوص هذا الرقم، ألا وهو يعني قرعة 2026. لماذا تقول مثلا قرعة 2026؟ أقول قرعة 2026 لأنكم الآن سوف تقدمون في أواخر سنة 2024، النتائج سوف تكون في الأسبوع الأول من ماي من سنة 2025، سوف يتم المنادة على الفائزين في أكتوبر من سنة 2025. فما علاقة أكتوبر سنة 2025 بقرعة 2026؟ الجواب ببساطة أن في الولايات المتحدة الأمريكية السنة المالية تبدأ في فاتح أكتوبر، يعني الآن نحن في سنة 2024، بمجرد يعني الفاتح من أكتوبر، يعني غدا فاتح أكتوبر 2024 سوف تكون بداية السنة المالية 2025 وهكذا. فيجب التقديم الآن، النتائج تظهر في ماي سنة 2025 وتم المنادة عليكم في أكتوبر من سنة 2025 الذي هو بداية السنة المالية 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية. السنة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ من أكتوبر إلى 30 من شتنبر وليس من يناير إلى يناير، هذا فقط لأوضح لكم هذا الأمر. نقطة أخرى أريد توضيحها بالنسبة للصورة، أريد أن أؤكد على الصورة أنه يجب أن تكون صورة حديثة. إخواني أخواتي، صراحة يجب أن تكون هناك صورة حديثة. نعم، هناك القيل والقال بخصوص هذا الأمر، لكن من الأفضل أن يحصل إنسان على صورة، لأنه ربما تكلف $3، فأعتقد أنه من الأفضل الحصول على الصورة. بالنسبة للقرعة الأمريكية أريد أن أوضح أمر، وهو أنه
تقديمك على القرعة الأمريكية، انتقاؤك في النتائج في شهر مايو سنة المقبلة إن شاء الله، ليس دليل، ليس ضامن على أنك سوف تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وستحصل على التأشيرة، لأن هذا الأمر شاهدناه منذ سنوات، أنه أي شخص تم انتقاؤه في القرعة الأمريكية يعتقد أنه سوف يحصل على التأشيرة. هذا الأمر غلط. لكن للأسف حينما يتم انتقاؤك في القرعة الأمريكية ليس دليل على أنك سوف تحصل على التأشيرة، خصوصا بالنسبة بعض المرات الأرقام الكبيرة، يعني 80,000 90,000 70,000، لأنه بعض المرات يصلون إلى أرقام بسيطة ويتوقفون على يعني الانتقاء. هذا الأمر يعود لعدة أسباب، مثلا في بان الوباء الماضي لم يتم يعني المناداة على العديد من الناس سنة 2020، قرعة 2020، قرعة 2021، هناك من كانت لديه مقابلة تم مطالبته بالعودة إلى منزله وأنه سوف تتم المناداة عليه لاحقا، لم تتم المناداة عليه لأنه انتهت السنة المالية مع كامل الأسف. الآن أريد أن أختم هذا الفيديو بالحديث على بعض الإحصائيات، لأنه كل سنة يسألني بعض الناس على الإحصائيات، كم عدد التأشيرات التي منحت هذه السنة، كم عدد التأشيرات التي منحت لدولتي. فسوف أعطيكم مثلا نبدأ عن سنة 2023 أو قرعة 2023 DV 2023. بالنسبة لإفريقيا فالرقم أول للدولة التي حصلت على أكبر عدد أعتقد هي الجزائر 5526، هناك الجمهورية الكونغو الديمقراطية 4385، هناك السودان 4863، هناك المغرب 4469، هناك مصر ب 5529 يعني تأشيرة. أنتقل إلى الدول العربية خصوصا الشرق الأوسط، الأردن 937، العراق 1300، اليمن 2807، الإمارات العربية المتحدة 175، عمان 25، البحرين 10، قطر 92، والدولة المتصدرة في آسيا هي أفغانستان ب 2724 تأشيرة. انتقل الى الدي في 2022. بالنسبه للدي في 2022 بالنسبه للجزائر حصلت على 6001 تاشيره، بالنسبه للمغرب حصل على 4138 تاشيره، بالنسبه لمصر 6500 تاشيره، بالنسبه للكونغو الديمقراطيه 3347 تاشيره، بالنسبه لاسيا افغانستان دائما 3410، العراق 1512، اليمن 1561. سوف تلاحظون أن هناك العديد من الدول التي تراجعت عدد التأشيرات الممنوحة لها بين سنة 2022 وسنة 2023. هذا فقط كجملة عن الإحصائيات، سوف أضع لكم رابط أسفل هذا الفيديو إذا كنتم ترغبون في معرفة الأرقام التي تم الوصول إليها، عدد التأشيرات التي منحت لكل دولة تقريبا إلى غاية سنة 2009 على ما أعتقد. فعلى كل حال هناك رابط سوف أضعه لكم أسفل هذا الفيديو للمزيد من الاطلاع. مرة أخرى حظ سعيد يعني الجميع، أتمنى من خالص قلبي أن يتم انتقاء أكبر عدد من الناس في على يعني جميع صعيد الدول العربية. أتمنى لا يكون هناك أي تأثير أو أي ظروف يعني كما وقع في سنة 2020 أثرت على القرعة الأمريكية، لكن مرة أخرى أقول أنه وأفضل أنه إذا تريد التقديم على القرعة الأمريكية عليك التقديم بنفسك، لأنه معك بالأسف هناك العديد من الناس الذين يثقون في بعض الأشخاص ويقعون في الغلط، ربما لا يعلمون، ربما الشخص الذي ملأ الاستمارة لا يخبره بأنه ملأ يعني الاستمارة عن غلط، قام بوضع أنه الإنسان متزوج وهو أعزب أو أنه متزوج ولم يدخل الأطفال. فبالنسبة للمتزوجين هذه رسالة أوضحها لكم، إذا كنت متزوج لا تريد استحابة زوجتك، لا تريد استحابة أطفالك، يمكنك التسجيل بإدخال الزوجة بإدخال الأطفال. في حالة إن شاء الله تم انتقاؤك ذهبت إلى القنصلية لحضور المقابلة، أنا ذاك تذهب بوحدك وتخبره بأنك لا تريد يعني استحابة أي شخص. أما أن تقوم بالتقديم الآن وتخفي أنك متزوج أو تخفي أن لديك أطفال أو تخفي أن لديك ربائب وغيره من الأمور، فهذا الأمر سوف يؤثر عليك، والخطأ ممنوع في القرعة الأمريكية إخواني أخواتي، لأنه معك للأسف العديد من الناس حينما يتسجلون يخبرونني بأنه يعني عوض الاسم الشخصي كتب اسم العائلة، أو عوض الاسم العائلة كتب الاسم الشخصي، أو خطأ في تاريخ الميلاد. فحاولوا ما أمكن، يعني لديكم شهر من التقديم، فحاولوا تريث
أخذ كل وقت التأكد من الاستمرة، وأنا ذاك قوموا بملء استمرتكم. ومرة أخرى حظ سعيد للجميع هذه السنة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.